نرحب فيكم مشاهدينا معنا في حلقة جديدة من برنامج صنع في الأردن. طبعا مشاهدينا، يعتبر قطاع الإنشاءات من القطاعات الحيوية والهامة، والذي يساهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وقد شهد هذا القطاع نمو ملحوظ في السنوات الماضية، وأصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس النمو المعماري والاقتصادي اللي بتشهده المملكة. خليكم معنا مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة عن الحديد والصلب وهذه الصناعات الثقيلة، تابعوا. تعتبر صناعة الحديد والصلب من القطاعات الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في تحريك عملية الاقتصاد والبناء في الأردن منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. ويعتبر قطاع الإسكان والإنشاءات من أهم القطاعات المستهلكة لمنتجات الصلب في صورة حديد التسليح. تعتبر صناعة الحديد من الصناعات المتأصلة في الأردن، حيث بدأت هذه الصناعة منذ أواخر السبعينات، وتطورت مع تطور العمران في الأردن، فأصبحت الآن تشكل جزء مهم جدا من حجم الصناعات الإنشائية في الأردن. يوجد في الأردن حوالي 10 مصانع لإنتاج الحديد والصلب، منها 4 تنتج الحديد الصهر، والباقي هي مصانع لإنتاج الحديد التسليح والدرفلة. تطورت الصناعة بحيث أنه أصبحت الآن تكفي لحاجة السوق المحلي، وهنالك إمكانية للتصدير. الصناعة، صناعة الحديد تعتبر من الصناعات الثقيلة والمستهلكة للطاقة الكهربائية، وتعتبر هذه واحدة من التحديات اللي بتواجه هاي الصناعة. إن عملية تصنيع الحديد تقوم على تدوير مخلفات الخردة والحديد المتوفرة في السوق الأردني، حيث تبدأ العملية الإنتاجية بصهر المواد الخام لتمر بعدة مراحل وصولا إلى المنتج من بلت الحديد وحديد التسليح. ونحن مجموعة مصانع أردنية برأس مال أردني 100%. نحن الآن موجودين في مصنع طيبة للصناعات المعدنية، وهو مصنع متخصص في إنتاج حديد التسليح. احنا شفنا مراحل التصنيع من بدايتها وحتى نهايتها، هي بتبلش باستقبال السكراب وتصنيف السكراب والبدء بتجهيزه، وكل نوع سكراب له معدات خاصة حسب السماكة والنوع والنسب المعادن الضارة والنافعة فيه. هذا السكراب بدخل للتجهيز، ويتم إزالة الشوائب منه وتقطيعه وتجهيزه لعملية الصهر. عملية الصهر لدينا 3 أفران تعمل بآن واحد، وهذه الأفران سعة 25 طن لكل فرن يعني، ونقوم بشحن هذا السكراب وصهره على درجة حرارة 1700 درجة، وبعد ذلك نقوم بعملية الصب. عملية الصب وهي نقل الحديد السائل من الأفران إلى ماكنة الصب المستمر، وهذه الماكنة تقوم بتحويل الحديد السائل إلى قوالب أو ما يسمى البلت. عملية الدرفلة هي عملية تصنيع وتشكيل للمعادن أو السبائك المعدنية، وتحويلها إلى منتجات معدنية بصورة نهائية وبأشكال وأحجام مختلفة، ويتم ذلك من خلال تمرير المعدن في مراحل وماكينات خاصة تعمل على إنتاجه بالصورة النهائية المطلوبة. عملية إنتاج قضبان التصليح بتمر في 5 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي مرحلة التحضير، وفيها يتم تحضير المادة الأولية وتسمى البلت. المرحلة الثانية وهي مرحلة التسخين، ويتم فيها رفع درجة حرارة المعدن إلى درجة حرارة عالية ومناسبة
مسهلة عملية التشكيل والتشكيل. ثالث عملية وهي عملية الدرفلة، ويتم فيها تمرير المعدن من خلال الرولات داخل المكان الخاص فيها وداخل ممرات خاصة فيها، تعمل على تطبيق الضغط على المعدن وتقليل مساحة المقطع العرضي وتمديده وصولا إلى شكل المنتج النهائي. المرحلة الرابعة هي مرحلة التبريد، ويتم فيها تبريد فضلان التصنيع للمحافظة على الشكل النهائي والخواص الفيزيائية. أما المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الخامسة وهي مرحلة القص والتجهيز، يتم فيها قص فضلان التصنيع للأطوال التي تغطي احتياجات السوق المحلي. قسم الضبط والجودة غايتنا نتأكد من سلامة الحديد والمنتجين النهائيات عندنا، اللي هو الحديد الخام المتعارف عليه بالسوق باسم البلت، نضمن سلامة هذا البلت من أي عيوب، من أي عناصر ضارة، لضمان إرساله إلى السوق المحلي خالي من أي عيوب. والمنتج الآخر وهو حديد التسليح. حديد التسليح في شركة طيبة يخضع لعدة فحوصات، وأهمها فحص الشد وفحص الثني. يجب تحقيق شروط والمواصفات والمقاييس العامة في هذا المنتج. يوجد قيم شد يجب تحقيقها، وفيما يتعلق بالثني يجب أن يثني الحديد دون حدوث أي كراك، دون أي مشاكل في هذا المنتج ضمن المواصفة المطلوبة. إن صناعة الحديد في الأردن مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية وتلبي حاجات المستهلك المحلي وتراعي المحافظة على البيئة وسلامتها. طبعا تعتبر صناعة الحديد والصلب بالأردن من الصناعات التي وصلت نسبة العمالة الأردنية فيها إلى نسب مرتفعة جدا، حيث أن تقريبا معظم أو جميع الكفاءات الهندسية والكفاءات العالية هي من الأيدي العاملة الأردنية، وأصبحت الأردن بفضل هذه الصناعة تصدر الأيدي العاملة إلى الخارج، حيث أن هنالك العديد من المهندسين الذين تخرجوا من المصانع الأردنية يعملون الآن في كبرى المصانع في العالم. جميع كوادرنا هي من أبناء المنطقة، وتسعى الشركة دائما إلى توظيف وتدريب وتطوير هذه الكفاءات بحيث أن يدخل لدينا عامل وبعد فترة بسيطة وفترة قياسية يصبح هذا العامل فني، وما يرافق ذلك من تطوير على مستوى الدخل ومستوى الميزات الوظيفية الأخرى. ونحن نسعى بشكل دائم ومستمر لمحاولة استبدال العمال الوافدة بالعمال الأردنية، حيث أثبتت كفاءتها وقدرتها على التعامل والإنجاز، وهذه الكفاءات أيضا هي أردنية من أبناء المنطقة.